اليوم في صباح البلد مؤشر عدد الإناث بالهيئات القضائية يقفز ل 3541 في 2023. أول محطة لإنتاج شتلات خاصة بالسكر بأسوان. هل عاد شاومينغ للظهور في امتحانات الدبلومات الفنية؟ صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرات للتوعية بخطورة المخدرات في الأندية الرياضية. رئيس الوزراء يوجه بطرح رؤية تطوير مرحلة الثانوية العامة للحوار المجتمعي. المصلحي يكشف سبب حذف 20 مليون بطاقة تموينية وعدم إضافة المواليد. البابا بادروس يحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة ويكرم نجوم سلسلة أم الدنيا. نتنياهو يواجه ضغوطا متزايدة بعد مقترح بايدن لوقف الحرب. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لتفاوض الأهلي مع 3 لاعبين جدد. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا في وديتي كوت ديفوار. أول صورة رسمية للأميرة رزوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تظهر علامات الحمل. وفيديو يتسبب بإقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك. إصابة الفنانة سمية الألفي بحالة اختناق في حريق شقتها بالجيزة. صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح على حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناتكم صدى البلد. صباح الفل يا نهاد. صباح الفل يا عبيدة. صباح الفل يا عبيدة. يوم حلو إن شاء الله كده. إن شاء الله. فقرات حلوة. يوم حر. إن شاء الله. يوم حر كالمعتاد. وحلقة حلوة إن شاء الله تعجب حضراتكم. أنا عايزة أدخل في الموضوع على طول وعايزة أتكلم على المرأة المصرية. المرأة المصرية خليني أقول إنها في المجتمع المصري بتحظى بمكانة كبيرة في الفترة الأخيرة. الدليل على كده مبدئيا صباح البلد، احنا مسيطرين يا جماعة. مش كده؟ احنا ثلاث مذيعات هم زي الفل وأمارات وحلوين، وفي أيام تانية في مذيعة معانا. احنا معانا ولد واحد بس واحد. فاحنا مسيطرين، يعني خلينا نقول إن الستات بقت مسيطرة. ده حقيقي. عشان كده عايزة أقول ادخل بقى على طول في الموضوع، سيبك من صباح البلد والسيطره النسائيه اللي فيه. امبارح كان في اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتوره مايا مرسي رئيسه المجلس القومي للمراه. الاجتماع ده استعرض عدد مقرات ووحدات وكيانات وفرق عمل المجلس القومي للمراه. دكتوره مايا مرسي قالت ان المجلس بيضم 29 فرع و18 لجنة دائمة و78 جمعية من جمعيات منتدى المجتمع المدني للمرأة و28 مكتب شكاوى و70 وحدة من وحدات مراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الإنتاجية و17 وحدة من وحدات الشمول المالي. أرقام كتيرة أنا قلتها دلوقتي كلها بتدل أو بتشير إنها أرقام مميزة، إن في مجهود بيتعمل وهذا المجهود يجب أن نرفع له القبعة ونفخر به. دي حقيقة فعلا يا رشا.
يعني يمكن ارقام تحسسنا كده بالفخر يعني. وخليني اقول لك ان في خلال الاجتماع كمان استعرضت رئيس المجلس القومي للمرأة مؤشر عدد الإناث الملتحقات بالهيئات القضائية، واللي اصبح بقى عددهم بيتخطى 3500، وده في عام 2023 بعد ما كان عددهم 66، ده كان سنه تقريبا 2017، ده طبعا غير عدد الوزيرات في الحكومه اللي زادت نسبتهم ووصلت ل 18%، ده بعد ما كانت قبل كده ما بتتخطاش ل 12% بس، ففرق كبير طبعا جدا. ده طبعا بجانب النائبات البرلمانيات اللي وصلوا ل 165 عضوه بالبرلمان، وكمان زاد عدد القاضيات في مجلس الدولة ل 137 قاضية، يعني بقى عندنا وزيرات وقاضيات، ويعني ايه اعداد حلوة ومشرفة جدا. وكونك مرأة فانت بتحسي يعني بالفخر كده وانت بتقولي الارقام دي. ده حقيقي. كمان المجلس تبنى دور مهم في التمكين الاقتصادي والتوعية باهميته، فمثلا خلال السنتين اللي فاتوا حصل على ما يزيد من 315 الف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالي، واكثر من 219 الف سيدة على تدريبات برامج ريادة الاعمال، وكمان على ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية. أرقام تعكس حجم الاهتمام بالمرأة وتطوره فعلا. كل التقدم للمرأة المصرية اللي هي نصف الدنيا والمسؤولة عن تنشئة النصف الثاني، يعني الدنيا كلها صح؟ هي الدنيا كلها. حقيقي. الدنيا كلها حقيقي. يعني معلش، هو مين اللي بتربي وتعلم النص الثاني؟ صحيح. صح؟ المرأة. أيوة. الست بالظبط. وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم. ومين امرأة أعظم؟ انت جاي تتخني ولا ايه؟ على الصبح على طول منحازة جاي على الصبح مالك؟ بس كده ايه، نحس ان احنا مسيطرين، واحنا مسيطرين. احنا مسيطرين ومش بس احنا، لا الحقيقة المرأة بقت تاخد وضعها. وعايزة اقول لك ان المرأة حتى يعني سيبك من العاصمة والاماكن الحضرية، لو اتكلمنا على الصعيد المرأة الصعيدية ليها دور مرعب في الصعيد. يعني هي حتى دلوقتي لو تاخدي بالك الدراما ابتدت تبين، هي بتتحكم في حاجات كتيرة في مجريات الأحداث في الصعيد، مسؤولة وممكن تبقى كبرت العيلة وكلمتها تمشي. صحيح. وهي بتمشي قدامها يعني زي ما بيقولوا رجالة بشنبات، رجالة بشنبات. دي حقيقة جدا. صباح الفل. صباح الفل. عايزين دلوقتي نتكلم في موضوع في غاية الأهمية، لأن هتكون ليه تداعيات كبيرة جدا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له توجيهات وبدأت تنفذ بشأن التوسع في إنتاج شتلات القصب، وده بديل عن زراعته بالعقل. أنا مش متخصصة في الزراعة، أنا عارفة عقلة الدق وشتلات وعارفة الشتلات، لكن ده هيعمل ايه الطريقه دي، طريقه الشتلات؟ انه هيوفر كميات كبيره خلال الزراعه، ايضا هيزيد من الانتاجيه. تم افتتاح اول محطه مخصصه لانتاج شتلات القصب في كوممبو، والمحطه دي بتاتي للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام افضل اساليب الري الحديث من اجل زياده الانتاجيه وايضا تخفيض تكاليف الانتاج. اكيد ده هيحقق مردود اقتصادي ايجابي للمزارعين، وايضا هيرفع من مستوى معيشتهم في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريم. تعالوا نعرف تفاصيل الموضوع ده اكتر. دكتور ايمن العش، مدير معهد المحاصيل السكريه بوزاره الزراعه. دكتور ايمن صباح الفل. يا صباح الخير، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك يا دكتور ايمن. دكتور ايمن، يعني احنا من الواضح من اللي انا قلته دلوقتي ان احنا كنا بنزرع بالعقل، مظبوط؟ تمام طبعا. طيب احنا موضوع الشتلات ده ليه ما توجهناش ليه من بدري؟ يعني خاصة لما بقول كومومبو، ومعروفة كومومبو بزراعة القصب، يعني هي دي بلد زراعة القصب. طب ايه اللي خلانا نتأخر ان احنا نستعمل الشتلات؟ لا بالعكس، احنا على فكرة مش متأخرين ولا حاجة، احنا نعتبر من الرواد على مستوى العالم. على فكره يعني في هذا الموضوع. طبعا زي ما حضرتك بقالنا كام سنه تقريبا بنزرع بالشتلات؟ لا احنا لسه الموضوع داخل جديد، بقالنا سنتين بننشئ في المحطات. حضرتك عندنا محطتين، المحطه الاولى اللي هي اول الفكر كان في كومومبو، ديت محطه بطاقه 15 مليون شتله في الموسم،
الموسم اللي هو 3 شهور يعني. فطبعا الرقم كبير، فكان لازم في دخول تكنولوجي ودخول مكان واداه علشان اقدر احقق العدد ده في وقت قصير. المحطه الثانيه ديت في منطقه وادي الصعايده في قطر، وديت الطاقه بتاعتها بقى اكبر بكتير، ديت 80 مليون شتله في الموسم. دي فين يا فندم؟ فين يا دكتور ايمن؟ 80 مليون فين؟ مكانها فين؟ مكانها في منطقه اسمها وادي الصعايده في قطر. في إدفو، ايوه في اسوان. منطقه حديثه في يعني منطقه حديثه اراضي مستصلحه يعني. ف طبعا التكنولوجي بتاعت الشتلات ديت احنا عارفينها من زمان، من بدايه التسعينات، واحنا يعني مصر كانت مع العالم على فكره، البرازيل والمناطق الاخرى، في دراسه هذا الموضوع علشان يعني زي اقولها ان احنا نتعدى او نتخطى كثير من المشاكل اللي بتواجهنا من الزراعه العاديه. بدايه علشان الاخوه المستمعين او المشاهدين يبقوا عارفين، احنا عندنا الطريقه التقليديه كنا بنزرع بالعود. العود دوت فيه براعم اللي هي العقل اللي موجوده على العقل دي. لما بنحط العقل ديت او العيدان ديت في الارض، احنا ما بنبقاش عارفين مين اللي هينبت ومين اللي مش هينبت. واخد بقى حضرتك؟ فبالتالي كان عندي حاجه اسمها الكثافه النباتيه، اللي هي عدد النباتات اللي موجوده في وحده المساحه، ده رقم لا نستطيع التحكم فيه. طب معلش دكتور ايمن، عايز افهم في النقطه دي حاجه معينه، يعني انا لما بحط العقله في الارض مظبوط؟ تمام. ممكن العقله هتكبر، هتديني القصب بقى. النبات النبات. طيب في عقل ممكن ما تدينيش، يعني تكبر وما تدينيش انتاجيه؟ بتفشل في الانبات زي البذره اللي ما بتنبتش. زي ما احنا هنعتبر ان البرعم اللي موجود على العقده، على العقله ده ده نعتبره بذره. خلاص، ففي بذره بتنبت وبذره ما بتنبتش. ايوه. بس واخده مساحه وخلاص. بالظبط كده. ايوه. العيدان وزي ما بتيجي. فاحنا الاثنين انا وحضرتك لو بنزرع ارضنا وحطينا نفس كميه القصب في الارض بتاعتنا، هنبص نلاقي عدد النباتات عند حضرتك غير عدد النباتات عندي. الحاجه الثانيه ان 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 التوزيع بقى بتاع النباتات، يعني ان المفروض النباتات ديت في الارض بتبقى واقفه زي الطابور كده، في مسافات متساويه بين النباتات من قدام وورا ومن الجنب اليمين ومن الجنب الشمال، بحيث ان احنا بندي لكل نبات الحيز من الفراغ اللي يستطيع فيه انه يعمل عملياته الحيويه بالكامل عشان يديني نبات قوي. طب صحيح. دكتور ايمن، بالنسبه للشتلات دي بتكون اقل من التكلفه الطبيعيه، وبالنسبه للميه برضو بتاخد ميه كتير زي العادي؟ لا، ما بتاخدش ميه كتير زي العادي لسبب لعده اسباب. اول حاجه ان احنا ما كناش نقدر نطبق طرق الري الحديثه على الزراعات التقليديه اللي هي بالطرق القديمه. ليه؟ لان احنا مش عارفين النبات اللي هنحطه، مثلا لو بنعمل بالتنقيط مش عارفين النبات هيبقى فين عشان نحط جنبيه النقاط. تمام. دي حاجه. انما دلوقتي انا بزرع بمصفوفه هندسيه مرسومه بدقه عاليه جدا. نمره 2 ان انا هقدر اوصل الغذاء والميه للنبات نفسه، وبالتالي الميه مش هتروح لاماكن مش مزروعه. فيبقى انا وفرت الميه دي. طبعا عمليه التوفير اللي بتيجي من الاثنين مع بعض، الزراعه بالشتلات والري بالوسائل الحديثه، ما بتقلش عن 30%. يعني 30% فما فوق نسبه الوفر في الميه اللي احنا بنعملها. وطبعا ده هيديني بعد كده انتاجيه اكبر في السكر. لا، ده على المستويين بقى يا فندم، لان احنا لما بنزرع الشتلات احنا متوسط الانتاجيه بتاعنا دلوقتي 30 طن للفدان. بالشتلات احنا بنتكلم في 55 60 طن للفدان. يعني معنى ذلك ان انا بتعدى او بتخطى هذا الرقم تقريبا مرتين. دوت هيؤدي لايه؟ هيؤدي الى زياده نسبه السكر او زياده السكر المستخلص، ورفع دخل المزارع في نفس صحيح. دكتور ايمن العش، مدير معهد المحاصيل السكريه بوزاره الزراعه، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. موضوع مهم جدا، والسياسه الزراعيه اللي منتهجها الدوله دلوقتي اعتقد ان احنا هنلاقي وفره في المحاصيل، لانها والسكر لا، هو عامه هم في القمح وفي حاجات كتير. ليه بقول لك وفره في المحاصيل؟ لان ده هينعكس على السوق بشكل او باخر يعني. فده شيء مهم قوي. عايزين نشوف انت عايشه الفتره الجايه الحقيقه يا رب. تعالي بقى ننتقل لموضوع يمكن عامل بلبله كبيره جدا على السوشيال ميديا بقاله كام يوم، موضوع يعني مش عارفه انت هتقولي عليه ايه، ولكن او الساده المشاهدين كمان، انتشرت خلال اليومين اللي فاتوا صور على السوشيال ميديا لورق اسئله امتحان الدبلومات الفنيه اللي شغاله دلوقتي، الامتحانات اللي شغاله دلوقتي
الامتحانات دي بتتعرض على السوشيال ميديا، ده بقى عن طريق قناة اللي هي بتسمى بشاومينج، ده على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على تطبيق تيليجرام. بعد بقى نشر ورق الامتحانات دي بدأت بعدها قناة مجهولة المصدر خالص، محدش عارف مصدرها ايه، في نشر صور للإجابات، يعني نشر الامتحانات في شاومينج وبعد كده قناة تانية قامت نشر الإجابات عشان بس الطالب ايه ما يتعبش نفسه ان هو كمان يدور على الإجابة. وكان في بقى لحد دلوقتي لسه الحقيقة ما صدرش بيان رسمي من الجهات المسؤولة عشان تأكد هل دي أوراق الامتحانات الخاصة بالعام الدراسي الحالي فعلا ولا دي مجرد محاولة لزرع كده البلبلة في الأوساط التعليمية المصرية. ده اللي هنعرفه مع أستاذة فاتن زكريا مسؤول قسم التعليم ببوابة أخبار اليوم والصحفية المتخصصة في شؤون التعليم. صباح الخير يا أستاذة فاتن. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. في البدايه كده عاوزين نعرف ايه موضوع عوده شاومينج في خلال بوابه التعليم الفني يعني. يا فندم زي ما حضرتك ما ذكرتي كده ان بالفعل شاومينج عادت من جديد وفي تحدي صارف لوزاره التربيه والتعليم، ولكن في نقطه يعني حابين ان احنا نوضحها، ان طبعا ما يتم تداوله وليس تسريب، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص على تطبيق تيليجرام من شاومي هي مجرد ادعاء. يعني مش دي الامتحانات يا استاذه فاتن؟ مش دي الامتحانات؟ نعم. مش دي الامتحانات اللي موجوده حاليا؟ لا يا فندم، الامتحانات اللي بيتم تداولها على شاومينج لا تمت بالامتحان الاصلي باي صله. السنين اللي فاتت كانت كل الامتحانات اللي بينزلها شاومينج كانت امتحانات وزاره التربيه والتعليم. يا فندم انا هقول لحضرتك، اولا من المستحيل ان يتم تداول امتحانات الدبلومات الفنيه على الاخر. اشمعنى؟ اذا كان الثانويه العامه كانت بتتداول عشان عملي يعني يا استاذه فاتن؟ يا فندم لا يا فندم، احنا عندنا الامتحانات النظرية في تخصصات للدبلومات الفنية. تخصصات الدبلومات الفنية بتتجاوز ال 2200 تخصص او ال 2200 امتحان مختلفين عن بعض. فهل يعقل ان حضرتك دلوقتي شاومينج ممكن تطلع فتعمل مثلا في اليوم مثلا 10 امتحانات جاية مختلفة عن المدارس كلها ببعض؟ يعني كل يعني حضرتك يا استاذه فاتن عايزه تقولي الدبلومات كل مدرسه ليها امتحان مختلف عن المدرسه الثانيه؟ يعني مثلا دبلوم صنايع مش المفروض استاذن يعني حضرتك يا استاذه فاتن، دبلوم صنايع المفروض الامتحانات كلها واحده موحده؟ اكيد طبعا. طيب أكيد طبعًا. ما هم ممكن يكونوا واخدين شعبه شعبه، دبلوم صنايع، دبلوم تجاره، الدبلومات يعني بقى يعني انا هقول لحضرتك حاجه، ما احنا عندنا تخصصات اصلا فنيه داخل الدبلوم الصنايع، ما احنا عندنا كهرباء وعندنا تخصصات مختلفة، طيارات يعني. أيوة. عندنا تخصصات مختلفة. طب هو ممكن يمسك تخصص تخصص برضه يا استاذة فاتن وينزل يعني؟ ما اصل تجربة شاومينج لما يعني كنت قبل ما نطلع معاكي على الهوا على طول كنت انا ونياد بنتكلم، شاومينج ده في الثانوية العامة يعني عمل بلبلة ونزل امتحانات وكانت جزء كبير منها صح؟ ولغايه دلوقتي مش عارفين مسك دقيقه واحده دقيقه واحده مش عارفين يعني لغايه دلوقتي هل شاومينج ده او الصفحه دي حدش قال لنا مسكتوها جيتوا على حد؟ فاحنا دلوقتي دخلنا على الدبلومات الفنيه فمش صعبه عليه؟ مش صعبه اكيد طبعا اكيد طبعا. لا هي انا بقول لحضرتك في قصه الدبلومات الفنيه، لكن خلينا نلقي النظره اكبر والتعمق داخل الثانويه العامه. احنا داخلين في ثانويه عامه وبالتالي شاومينج زي ما قلت لحضرتك هو بيتحدى الوزاره وضاربا بعرض الحائط كل القواعد وبيتم تداول بعض الامتحانات وبتطلع ساعات امتحانات بتمت بصله بالامتحان الاصلي، ولكن ده اثناء فتره الامتحان وليس قبل الامتحان، في فرق كبير. قبل الامتحان ولو بتقدر توصل برضه وحتى لو في فتره الامتحان يا استاذه فاتن بتقدر توصل للطالب. ماشي، ما انا هقول لحضرتك. طيب هل بقى في اي احتياطات وزاره التربيه والتعليم بتاخدها قبل الامتحانات عشان ما يتمش تسريب ده؟ لان دي امتحانات ثانويه عامه يعني. حضرتك لو اديتيني فرصه اتكلم. اتفضلي اتفضلي. هقول لسيادتك الاجراءات اللي الوزاره بتاخدها السنه دي ايه؟ ماشي؟ اولا في تم ابلاغ طبعا احنا ممكن نقول ان الوزاره اتعلمت الدرس بدءا من طلاب الإعدادية أو شهادة الإعدادية اللي حصل في شهادة الإعدادية كان برضو بيحصل تداول. يعني خلينا نقول الحقيقة كان بيحصل تداول امتحانات الشهادة الإعدادية أيضا من قبل بعض صفحات الغش الإلكتروني. ماشي، الدبلومات الفنية في بعض التداول ومش كله صحيح، يعني في بعض الامتحانات اللي نازلة من امتحانات السنين اللي فاتت. ماشي،
ده ايه بقى اللي الوزاره بتاخد منها حذره عشان امتحانات الثانويه العامه؟ هقول لحضرتك، طبعا الوزاره خدت اكتر من 16 اجراء لمكافحه الغش الالكتروني السنه دي. اول اجراء فيهم ابلاغ الجهات الامنيه بكافه الصفحات الغش الالكتروني اللي تم رصدها خلال امتحانات الشهاده الاعداديه وخلال امتحانات الدبلومات الفنيه وعلى مدار السنوات السابقه لامتحانات الثانويه العامه، كل ده تم ابلاغ الجهات الامنيه بها. الحاجه الثانيه، تم استبعاد كافه اللجان الامتحانيه المشهوره اصلا بالغش والشغب في المحافظات، ماشي، طبعا. على راسها طبعا اسيوط وسوهاج وكفر الشيخ وبعض المناطق اللي هي الملتهبه او السخنه اللي ممكن يحصل فيها غش او شغب. تمام. طبعا دي كل الاحتياطات. وتم استبدالها بلجان اخرى لاحكام السيطره عليها. خلينا نتابع طبعاً الفتره الجايه مع حضرتك استاذه فاتن زكريا، مسؤول قسم التعليم ببوابه اخبار اليوم والصحفيه المتخصصه في شؤون التعليم. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وهنتابع الفتره الجايه ايه اللي هيحصل في موضوع الثانويه ان شاء الله. يعني طيب احنا دلوقتي تعالوا نشوف حاله الطقس بقى. هو مش حاله طقس، درجات الحراره هتوصل بين الفين النهارده يعني. وبعد كده بتقالي انا عندي صحافه الكترونيه. حاضر، يلا وبعد كده الصحافه الالكترونيه. مشاهدينا الكرام، دلوقتي موعدكم مع جولة سريعة في ما تداولته الصحف والمواقع الإلكترونية وأيضا ما تم نشره، وأيضا هنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي إيه الناس كانت بتدور على إيه خلال الساعات القليلة الماضية. تعالوا نشوف أكتر الشخصيات تداولا بالأمس كان مين. هنلاقي في المركز الأول بيجي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تصدر قائمة الشخصيات الأكثر تداولا، وده بسبب طرح رؤية تطوير مرحلة الثانوية العامة للحوار المجتمعي. أعتقد أن موضوع الثانوية العامة بالشكل الجديد والحوار المجتمعي عليها هياخد نسبة كبيرة من البحث الفترة القادمة لغاية ما الناس تفهم إيه اللي هيحصل، والقانون لما يودوا المقترح ومجلس النواب يناقشوا يبقى فيه قانون. يعني أكيد هنقعد شوية مع هذه القصة المهمة لكل بيت. تاني شخصية جت في الأكثر تداولا دكتور علي مصلحي وزير التموين، لما رد على أسباب عدم إضافة مواليد جديدة منذ سنوات لمنظومة الدعم التمويني، وقال الظروف الاقتصادية والتغيرات في البلاد هي السبب. مش رقم ثلاثة هنلاقي عندنا البابا تودروس بسبب احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وأيضا بسبب تكريم النجمة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد على الجزء الثاني من سلسلة أم الدنيا الوثائقية. نيجي للمركز الرابع، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، وقال في هذا التقرير أن واجه ضغوطا متزايدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء الحرب في غزة ومطالبة العديد من الإسرائيليين لتأييد الاتفاق، لكن حلفاء من اليمين المتطرف يهددون بإسقاط حكومته لو فعل. ياريته يعملها والحكومة تقع بقى، يلا كفاية كفاية كده يعني حقيقي. أخيرا بنلاقي الإعلامي أحمد شوبير بعد كشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع ثلاث لاعبين. شوبير قال في تصريحات إذاعية في هناك كتير جدا إن الأهلي بدأ ملف الصفقات الصيفية وفاوض ثلاث لاعبين، وهم المغربي يحيى عطية الله ويوسف أيمن ومحمد كوناتي نجم منتخب بوركينا فاسو.
تعالوا بقى نروح من الشخصيات للأخبار اللي تصدرت محركات البحث الاجتماعي جوجل. هنلاقي أسعار الحديد عليها بحث كتير قوي بقالها يومين. ليه؟ لأن أسعار الحديد كانت في زيادة اليومين اللي فاتوا. بعد ما حصل الانخفاض لقينا أن أسعار الحديد ابتدت تزيد. الناس ابتدت تسأل وابتدت تشوف، لأن ده بالتأكيد هيكون ليه تأثير مباشر على أسعار حاجات كتيرة، سواء عقارات، سواء يعني مباني. يعني الحديد بيدخل في صناعات كتيرة، فعلو سعر الحديد عايزين نعرف، عايزين نعمل فقرة والله، عايزين نعرف ليه الحديد ابتدى يعلى تاني. الخبر الثاني، الأميرة رجوة الحسين قرينة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ظهرت لأول مرة منذ إعلان حملها، ونشرت وسائل الإعلام الأردنية صورها. وطبعا صور الأميرة رجوة بتتصدر محركات البحث الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا. ربنا يتمم لها بخير إن شاء الله وتجيب بيبي سليم. نيجي بعد كده للفنانة سمية الألفي. برضو الفنانة سمية الألفي تصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها أصيبت باختناق. ليه؟ لأنه حصل حريق داخل شقتها في قسم الجيزة، والحمد لله أن تم إسعاف الفنانة سمية الألفي في المكان. نروح بقى لجريدة الشرق الكويتية واللي سلطت الضوء على قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد. وقالت إن الشيخ صباح الخالد من مواليد عام 1953 وتولى رئاسة الوزراء لأربع حكومات خلال الفترة من نوفمبر 2019 في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حتى مايو 2022 في عهد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. محبين الرياضة بقى واهتماماتهم، خلونا نشوف ايه اللي حصل مع انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهتي كوت ديفوار الوديتين لتحضير دورة الألعاب الأولمبية في باريس. أيضا اهتموا بشكل كبير بتشكيل المنتخب، واهتموا أيضا باجتماعات وتعليمات الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري للعيبة والتدريبات المكثفة في معسكرهم استعدادا لمواجهة بوركينا نفسه. نروح بقى للكاريكاتير. هنلاقي موقع المصري اليوم سلط الضوء بريشة الفنان عمرو سليم على قرارات اتحاد الكرة وقد ايه هي بتفضل موجودة ومتصدرة لوقت طويل جدا، وعبر عن كده زي ما حضراتكم شايفين بالسلحفاء. بنختتم معاكم فقرتنا بفيديو ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو ده كان سبب في إقالة السفير البريطاني لدى المكسيك جون بنجامين من منصبه، لأنه كان بيوجه بندقية هجومية لمين بقى؟ لموظف آخر داخل سيارة. تخيلين السفير بيعمل كده؟ تعالوا نشوف الفيديو عشان تصدقوا. بكده تكون انتهت جولتنا السريعة في صحافتنا الإلكترونية. تعالوا نطلع على فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا فقرات كتير، انتظرونا. مشاهدينا لسه مكملين معاكم، تعالوا بقى نتكلم شوية عن شبابنا. أطلق صندوق تعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرات توعية داخل الأندية الرياضية لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في الإدمان بالتزامن مع دخول الأجازة الصيفية. طبعا تضمنت مبادرات الصندوق مكافحة الإدمان داخل نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي ونادي النادي العديد من الأنشطة اللي بتتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للشباب. بتتنفذ الأنشطة لتوعية زوار النادي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي، انه بقى بينسي الهموم وبينشط الذاكرة والمفاهيم المغلوطة اللي عندهم دي وغيرها طبعا من المعتقدات الخاطئة. كمان توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورقم الخط الساخن 16023 للحصول على كل الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان لا قدر الله مجانا وكمان في سرية التامة. معانا بقى للتعليق على المبادرة دي الأستاذ مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. أهلا بحضرتك.
استاذ مدحت صباح الفل. صباح الخير على حضرتك يا فندم وعلى كل الساده المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك. لو تكلمنا اكتر عن المبادره وايه الجديد فيها عن المبادرات اللي قبل كده. خليني اقول لحضرتك ان احنا الحقيقه في صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي برئاسه الدكتوره نبيل القباج وزيره التضامن ورئيس مجلس اداره الصندوق، احنا الحقيقه بنشتغل على اكثر من محور. من ضمن المحاور المحور الوقائي ان احنا بننفذ برامج توعويه متكامله تهدف الفئات العمريه المختلفه، من ضمنها الحقيقه مع دخول الاجازات الصيفيه بنحاول ان احنا نتواجد في الانديه الرياضيه، بنتواجد الحقيقه في الفعاليات اللي بتردد عليها الاسر المصريه سواء كمان خاصه الشباب. احنا يمكن في الانديه الرياضيه بدانا في زي ما حضرتك اشرتي في بعض الانديه احنا بننفذ برامج لتصحيح المفاهيم المغلوطه لدى شبابنا لتوعيتهم ورفع وعيهم بخطوره التعاطي للمواد المخدره. ضمن المفاهيم المغلوطه اللي بنصححها لدى الشباب ان بعض المعتقدات الخاطئه لدى بعض الشباب زي ان المخدرات بتساعد على نسيان الهموم على تنشيط الذاكره، بعض المعتقدات الخاطئه اللي او انها مش ادمان، طب بس اجرب المره دي ومش ده مش هيعمل لي حاجه والحاجات دي. بالفعل والمعتقدات والمفاهيم المغلوطه دي ما جاتش من فراغ، لان احنا لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الداخل لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023 احنا بنشوف ابرز الدوافع للتعاطي اللي منها حب الاستطلاع والتجربه اللي مرتبطه بالمفاهيم المغلوطه. اقبال على الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، يعني اللي حضرتك ذكرت 16023 ده الرقم الخط الساخن بتاع الصندوق، هل بقى في يعني اقبال، في مكالمات كتير، في يعني في ناس كتير بتطلب المساعده؟ بالفعل يا فندم، لان الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان هو بيقدم العديد من الخدمات، منها خدمات المشوره، منها خدمات العلاج وتوفير كافه الخدمات العلاجيه لاي مريض ادمان عنده مشكله مع تعاطي المواد المخدره. بمجرد ما بيتصل المريض او احد افراد اسرته للخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023 حتى ما بنطلبش منه البيانات الشخصيه، كل اللي بنطلبه منه يعني هو مقيم في اي محافظه عشان ان احنا نوجهه. الاجراءات اللي بتقوم بيها بعد التواصل مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان، الاجراءات اللي الدوله بتقوم بيها يعني؟ احنا بالنسبه فيما يتعلق بالخدمات اللي بتقدمها الدوله ممثله في صندوق مكافحه وعلاج الادمان، احنا الحقيقه زي ما قلت لحضرتك احنا بجانب ان احنا بنشتغل على المحور الوقائي احنا ايضا عندنا المحور العلاجي. احنا عندنا 30 مركز علاجي منتشرين، يعني هل بيتم توجه المدمن مثلا لتلقي العلاج داخل المستشفى؟ هل في ناس اهلها هم اللي بيتواصلوا معاكوا فبيرفضوا الاولاد او الشباب ان هم يروحوا فبيتم اخذهم بالعافيه مثلا؟ لا، خليني اقول لحضرتك الخدمات العلاجيه دي بتبقى يا فندم يعني برغبه المريض، بمعنى ما فيش العلاج القصري. احنا بمجرد ما بتتصل الاسره بيبقى المريضه لديه رغبه للعلاج، وبمجرد ما بيتقدم لأحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا واشتراكية تماما. وعايز اقول طب استاذ مدحت، خلينا معلش نرجع للأنشطة التوعوية اللي بتتعمل في النوادي. الأهالي أولياء الأمور هيروحوا طبعا يسمعوا عشان يعرفوا ويشوفوا ازاي لا قدر الله يكتشفوا لو حد من ولادهم بيتعاطى أي حاجة، بس ايه اللي هيخلي الشباب يشتركوا في الأنشطة دي أو يروحوا لها؟ يعني ايه الجديد فيها؟ خلينا اقول لحضرتك هو الشباب مش بتشترك، احنا يعني الفريق المتخصص من صندوق مكافحه وعلاج الادمان بيتواجد في الانديه وبيبدا ان هو يعني يطلق العديد من المبادرات التوعويه زي مبادره خدعوك فقالوا ان احنا بنصحح المفاهيم المغلوطه زي ما اشرت لحضرتك، بنوعي الاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وازاي لو الاسره عندها اي ابن بيتعاطى مواد مخدره ايه ابرز العلامات الداله اللي ممكن تشير ان الابن بيتعاطى، ازاي تتواصل مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي للحصول على كافه الخدمات العلاجيه مجانا. ايضا بنعمل ورش حكي والعاب تفاعليه للاطفال مرتبطه باضرار التدخين، وده دي عليها اقبال يا فندم؟ بالفعل، لان احنا الحقيقه احنا كل الانشطه التوعويه دي بتستهدف فئه معينه ومراحل عمريه مختلفه، فالمبادرات التوعويه الخاصه بالشباب بتختلف عن المبادرات التوعويه للاسر عن الاطفال. حتى الحقيقه احنا مش بس كمان بنتواجد في الانديه الرياضيه، احنا يمكن اطلقنا اكبر برنامج وقائي في
في المدارس لتوعية الطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية، ويمكن على مدار العام الماضي احنا استهدفنا أكثر من 9000 مدرسة، بنوعي أيضا الطلاب داخل المدرسة ورفع وعيهم بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة. احنا مش بس كده، كمان احنا عندنا تكلفات من القيادة السياسية لتوعية أهالينا في المناطق المتورة بديلة العشوائيات، واشتغلنا الحقيقة في كتير من المناطق المتورة زي الأسمرات وبشائر الخير ومحروسة وأهالينا. أتمنى إن المبادرة دي تغطي كل أنحاء الجمهورية. أستاذ مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث باسم صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، موضوع مهم جدا، نتمنى يعني الخير لبلدنا دايما ولولادها. تعالوا دلوقتي بقى نروح لفاصل كده نعرف منه أسعار الذهب وأسعار العملات، ومن بعدها نرجع لكم بفقرة. الأخبار من صباح البلد. مصدر رفيع المستوى يعلن انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ويؤكد تمسك مصر بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى. كما أكد الوفد المصري على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية للقطاع، فضلا عن ضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا. استمرارا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة، نفذت الطائرات العسكرية برفقة نظيراتها من الدول الصديقة ضمن التحالف الدولي من الأردن أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل قطاع غزة. ويأتي ذلك تأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة. قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن الموقف التاريخي لجنوب أفريقيا تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة لا يصدر إلا عن شعب عظيم. وأكد الطيب استعداد الأزهر الشريف لتقديم منحا دراسية لا محدودة لأبناء جنوب أفريقيا للدراسة في الأزهر تقديرا لهذا الموقف التاريخي المتفرد. مكتب الإعلام الحكومي بغزة يعلن ارتكاب الاحتلال 3248 مجزرة منذ بداية الحرب. كان الاحتلال قد ارتكب أمس 4 مجازر جديدة ضد عائلات غزة راح ضحيتها 60 شهيدا و220 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى القطاع إلى 36439 شهيدا و82627 مصابا منذ 7 أكتوبر. على جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي وإصابة 46 آخرين في القتال منذ يوم الخميس الماضي، 4 منهم في حالة خطرة. أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة أن قوات الاحتلال تريد جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة، مليء بالمجازر ومشاهد القتل، وتمارس فيه إسرائيل حرب تجويع بحق الشعب الفلسطيني. وقال دولة في تصريحات له إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة، حيث أعلن
كانت مصادرة ممتلكاتها في القدس وأنها تتعمد استهداف المنظمة وأطقم الإغاثة التابعة لها لأنها شاهد عيان على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. قال الرئيس اليوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بكين تحاول ثانية بعض الدول عن المشاركة في قمة السلام حول يوكرانيا التي تعقد بسويسرا منتصف الشهر الجاري، معربا عن خيبة أمله لعدم التزام بعض القادة بحضور الحدث. وقال زيلينسكي: للأسف الصين تعمل جاهدة لمنع دول من حضور قمة السلام، حسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس، متهما روسيا باستخدام النفوذ الصيني والدبلوماسيين الصينيين لفعل كل شيء لعرقلة قمة السلام. وأعرب عن خيبة أمله لأن قادة بعض الدول لن يشاركوا في قمة السلام، وذلك بعد إعلان الصين أن رئيسها شي جين بينغ لن يشارك في القمة ما لم تدع روسيا إليها، فيما لم يؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بحضورها. محليا، يستأنف مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد. وأكد رئيس النواب في كلمة له خلال جلسة الأمس على تقدير المجلس للحكومة ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخليا وخارجيا. أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة في المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص. وقالت الوزارة في بيان لها أنها تلقت طلبات من 48 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 3537 وظائف متوفرة الآن في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة ذوي الهمم. وجدد وزير العمل حسن شحاتة دعوته إلى شباب مصر الإقبال على العمل في القطاع الخاص والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة كبرامج التدريب المهني المجاني. نهاية الموجز إلى فاصل، وبعد الفاصل هنبدأ مع حضراتكم فقرتنا الحوارية، انتظرونا. افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر معرض صنع في دمياط، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمساندة ودعم صناعة الآفاف بمحافظة دمياط والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة بجميع الأسواق. سابع سنة نتعاون مع بعض في المعرض، والمعرض رقم 22. المعرض هنا بيبقى على 6000 متر، دورين في منتج الدمياطي ده عشان نسوق للمنتج الدمياطي في المحافظات التانية، كمان علشان بنروج لصناعة الأساس في دمياط. من أنجح التعاون من البروتوكولات أو الاتفاقيات اللي اتعملت هو الاتفاق ده، لأن احنا هنا صغار الصناع بيبسطوا جدا لما بيجوا، لأن بيبيعوا كويس، بيعملوا خصومات كويسة، عندنا عروض هنا كويسة جدا، خصومات على كل أوضة، وعندنا كمان عرض على شقة كاملة، كمان إن فرش شقة كاملة. يعني معرض الحمد لله ناجح جدا، احنا عندنا أكتر من 55 عرض النهاردة. ال 55 عارض دول منهم لا يقل عن 30 عارض تم تمويلهم وتم تجهيزهم من جهاز تنمية المشروعات، والحمد لله كلهم قدروا وفقوا وضحهم، ولما وفقوا وضحهم يعني دخلوا في القطاع الرسمي وعاملين منتج في منتهى الجمال. احنا معارض دمياط تقريبا بقالنا حوالي 6 سنين دلوقتي شغالين مع المحافظة بتعاون كامل معهم، وقيمة المبيعات عدت 290 مليون جنيه.
ويضم المعرض عددا كبيرا من المعارض المشاركة الذين تنافسوا بشدة على تنوع الأذواق المعروضة، وأيضا على خفض الأسعار بشكل غير مسبوق، مما جعل الزائرين لم يترددوا في الشراء وبدون فصال. إن شاء الله إحنا بنشارك في الدورة السنة دي بتاعت معرض صنع في دمياط اللي هو في شهر 6، وما شاء الله داخلين السنة دي بعروض قوية جدا بالنسبة للتصميمات، أحرز التصميمات الحمد لله اللي هي موجودة حاليا، وطبعا المعرض ده فرصة عظيمة لأن بيقدم فيها خصومات كبيرة. بفضل الله احنا عاملين تخفيضات تعدي حوالي 30% على جميع المعروضات اللي موجودة. طبعا في الموديلات كلها موجودة، احنا لأن بنستنى المعرض ده بنجهز له الموديلات الجديدة بتاعته. كل العارضين حوالي 74 عارض هنا. طبعا احنا داخلين مدعمين من الدولة، طبعا بتختلف مع العميل، ما فيش عنده مصاريف إيجار، ما فيش عنده كلام ده، ما فيش عنده دعاية، فطبعا كل ده بيصب في مصلحة العميل. يعني احنا بندي ضمان على الشغل كله من 7 سنين ل10 سنين ان هو ضد عيوب الصناعة. اي حاجة بتحصل في الشغل احنا المسؤولين عنها، وبنبعت عميل، بنبعت للعميل مندوب من عندنا يعمل له اللازم كله، ما بنسيبش اي حد خالص لما الحاجة تبقى مظبوط. والله والاسعار نزلت نزول رهيب عن قبل كده، يعني انا كنت بدور تقريبا في اول السنة برضه في معارض كتير، لا الاسعار كانت ازيد من كده ب 30 و40 الف جنيه، كانت فروقات كبيره في معارض كتير، لا دلوقتي الاسعار نزلت نزول رهيب. ويستمر هذا العرض التنافسي الذي يقام بقاعه مشاريع مصر بارض المعارض بمدينه نصر الى يوم 8 من يونيو. رضوى نبيل، صباح. جميلة وحاجات شيك وحاجات مودرن، وده بيخليني أقول إن الأساس الدمياطي على مدار سنوات كتيرة بيعتبر فخر الصناعة الوطنية. العامل المصري في هذه الصناعة تحديدا بيبذل أقصى فنون الإبداع والإتقان، يعني يمكن كنا بنشوفه ده لما كان ستيل موجود، الأويمات موجود، كانت بتبقى معمولة بإتقان شديد جدا، المذهب يمكن المودرن مفهوش ده دلوقتي. الصناعة دي تحديدا يعني دايما يقولك إيه ده هاند ميد، بتعتمد في أغلبها على الصناعة اليدوية، يقولك ده العامل قاعد حفر بإيديه ورسم وعمل. وعايز أقول الأسر المصرية بمختلف طبقاتها بتدي أهمية لهذه الصناعة، حتى لما بتيجي تشتري إن شاء الله كرسي، إن شاء الله يعني تقولك بص السفرة دي معمولة إزاي، بص الكرسي، بص أوضة النوم دي عاملة إزاي. عشان كده الأسر المصرية لما بتفكر إنها تجهز ولادها وتعمل يعني هم داخلين على بيت الزوجية دايما يقولك إيه، وشفناها في دراما كتيرة، ده أنا جايبة الموبيليا من دمياط، دمياط يعني خشب كويس معموله بمهاره واتقان. ده الشاطر اللي بيروح يشتري من دمياط. ده اللي بيعرف يروح يشتري من دمياط. عشان كده بقى وعشان اهميه الصناعه دي فكرت الدوله في دعم هذه الصناعه، وكانت حريصه جدا على مدار سنين ان هي تقيم معارض صنع في دمياط وفي كتير من المحافظات، ده عشان تشجع صناع الاساس على الاستمراريه في مهنتهم وتنميتها كمان تطويرها. طيب عايزين بقى نتكلم عن الموضوع ده وندخل كده في دهاليز الموضوع. معنا ضيفنا الكريم الأستاذ حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. صباح الفل على حضرتك أستاذ حسام، منورنا. صباح الخير، منورين، وعايز أقول صباح التفاؤل، صباح العمل، عشان نبدأ حاجة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني عايزة أبتدي مع حضرتك، يعني عايزة أتكلم على حضرتك، يعني التايتل اللي قالته نهاد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ده جهاز بقى حاجات كتيرة، احنا بنتكلم على يعني كان كلنا بنتكلم على الاقتصاد والنهضة بالاقتصاد، قلنا يا ريت نبقى زي دولة زي الصين ابتدت بالمشروعات اللي هي الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، هي نهضة الصين قامت على كده. احنا وصلنا قبل ما نتكلم بقى على الاساس، وصلنا في مدى انتشار هذه الصناعات لاي مستوى؟ انا هاخد من كلام حضرتك في البدايه، احنا كجهاز تنميه المشروعات اهتمينا نفس الفكر اللي حضرتك قلتيه، ان كل الاقتصاديات الصغيره بدات وكبرت بناء على المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر والمتوسطه. فاحنا بندعم المشروعات دي سواء متناهي الصغر او صغير أو متوسط، وده نابع من اهتمام الدولة بالمشروعات دي.
واللي يظهر قوي اهتمام الدوله بالمشروعات دي صدور قانون 152 لسنه 2020، وده قانون خاص بالمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. القانون ده يعتبر من اكبر القوانين اللي اتعملت في الفتره الاخيره. القانون ده 109 ماده كلها بتتكلم عن الحوافز والمزايا اللي بيديها الدوله للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، خاصه في الجزء الخاص بتوفيق الاوضاع. الناس اللي كانت في الاقتصاد غير الرسمي بنحاول ندمجهم في الاقتصاد الرسمي. دي اهم نقطه مع مجموعه المميزات اللي بياخدوها. ارجع تاني لدور الجهاز، الجهاز قدم مجموعه. لا دي واحده يا فندم معلش، يعني دكتور استاذ حسام انا عايزه، مشكله الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر تحديدا التسويق. تمام. وده يعني انت موافقني؟ موافق حضرتك. طيب طبعا. الحمد لله، لانه مشروعات كتيره اتعملت وتعثروا نتيجه انه مش عارف يسوق. يعني يمكن هقول لحضرتك حاجه، يمكن المعارض اللي بتعملها وزاره التضامن زي ديارنا و الناس ابتدت تسوق بعض الشيء، الناس ابتدت تعرفهم شويه، ابتدوا يطلعوا معارض بره، ابتدوا يروحوا محافظات كتيره. لكن ما قبل ذلك او حتى مش بس ديارنا، انا عندي مشكله تسويق، الناس مش عارفه. اكيد. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بدانا شغل التسويق عامه كجهاز تنميه مشروعات ومن قبل الصندوق الاجتماعي للتنميه من سنة 94. بس كانت في معارض رسمية. النهاردة احنا دمياط عشان مشهورة بصناعة الأساس بقت المحافظة الوحيدة اللي لها معرض باسمها لمنتجها. كل المعارض اللي احنا بنقيمها بتبقى معارض إما متخصصة زي تراثنا اللي بيبقى خاص بالمشغولات اليدوية، ومن ضمنها بالمناسبة صناعة الأساس زي ما حضرتك أشارتي للقيمة للشغل القشرة للصدف، كل دي صناعات وحرف تراثيه كانت في سبيلها انها تندثر. طيب احنا بدانا معارض، ده اول معرض متخصص اللي هو لصناع الاساس في محافظه دمياط، الورش الصغيره اللي مش هتقدر تطلع بنفسها تعمل معرض او تشارك في معرض من المعارض الكبيره، فاحنا خاصين بالحجم الصغير ده اللي احنا بنشيله او احنا في ظهره. وعامة احنا طب المعرض بقى بيقدم عروض، بيقدم مزايا، اسعار كويسه؟ بنسمع دايما ان يعني برضو الاسعار مولعه في دمياط واسعار الاساس عشان خاطر بيكون يعني خشب بقى زان وخشب ارو وخشب الحاجات اللي هي الطبيعيه والحاجات الغاليه جدا. الخشب في دمياط غالي احنا عارفين، اللي بيروح دمياط او بيتجه ان هو خلاص هيشتري عفش من دمياط بيبقى عارف ان هو هيشتري حاجات غاليه. هل المعرض بيوفر بقى خصومات اسعار مناسبه؟ أنا بوفر لحضرتك ميزتين. الميزة الأولانية الأسعار اللي حضرتك قلتيها، في عروض معمولة في المعرض خصومات لحد 40%. لأن أنا العميل مشترك بتكلفة لحد 40% من 10 ل 40%. يعني مثلا أوضة النوم يا أستاذ حسام ممكن تبقى بكام؟ يعني برضه عشان بيتفرجوا علينا من 40 ل 55 تقريبا. من 40,000؟ من 40,000 ل 55,000. زائد في عروض تانية. طب معلش عشان بس أنا سامعاني. اصبري بس. من 40 ل 45,000 ده اللي هو ايه؟ سرير؟ سرير ودولاب. تسرير ده سرير قد ايه ودولاب قد ايه؟ سرير 170 او 160. ما فيش 170 بقى. دولاب كام؟ 3 متر؟ دولاب 3 متر او 260 واثنين كومود وتسريح. طيب استاذ حسين، ممكن العريس كده يبقى عايز بادجت قد ايه عشان يقدر يروح بقى يقول انا هستغل فرصه وجود المعرض واروح اجيب بقى ايه؟ عفش بيتي. عفش بيت بيتكون من اوضه اطفال، اوضه نوم، سفره، هنقول ايه تاني يا رشا؟ انتري او صالون. والاثنين بيجيبوا دلوقتي صح؟ لا بيجيبوا حاجه واحده بتاعتهم. هو العرض اللي معمول في المعرض اربع غرف. يعني ده في عرض قريب. في عرض معمول. طب حاجة جميلة. اللي هو ايه؟ طب قوله لنا يعني عشان نسمع. اوضه نوم، اوضه سفره، انتري، صالون، ركنه. ركنه. مفيش اوضه اطفال. مفيش اوضه اطفال. ما نفكرش في الاطفال دلوقتي لسه داخلين على الجواز. 125 125,000 125,000 وعاملين في العروض امكانيه ان حضرتك تاخدي الاوضه دي او الاوضه دي، اوضه النوم دي او اوضه النوم دي، فحضرتك بتختاري، مش بيبقى باكج كامل حضرتك. طيب كده. هل بقى الخشب اللي بيكون في العرض ده ما بيكونش مثلا بجوده الخشب اللي هو في حاجات ثانيه ممكن اختارها؟ حضرتك الخشب خشب دمياط والصانع صانع دمياطي وورش دمياط، مش من بره دمياط. فجوده دمياط انا مش هتكلم عنها طبعا. اي حاجه تانية بتحصل احنا متواجدين معاهم. احنا بندعم الناس دي على اساس ان هم يقدروا ينزلوا المعرض باقل الاسعار،
وبعدين برضو حضرتك في ميزة تانية، الميزة التانية ان عندك حوالي 55 عارض موجودين في مكان واحد مع اختلاف الأذواق والأنواع والمنتجات. في ضمان على العرش؟ لا، في بعض الناس بتدي ضمان بس مش كل الناس بتدي ضمان. في تقسيط؟ حاليا مفيش تقسيط، لكن في ناس معاها امكانيه ان هي تدخل في اي شركه من شركات التقسيط، دول اوريدي مشاركين معاهم. ايوه ده بقى اللي احنا برضو بالزبط. عايزين نسال عنه بالزبط. هل في شركات تقسيط بتغطي المعرض مثلا او بتعامل معاكم؟ المعرض لا، لكن في بعض الافراد مسجلين في الشركات دي بيقسطوا تبع بعض العارضين. بعض العارضين ان شاء الله في المرحله الجايه هيتم العرض يعني ده ان شاء الله. السفره اللي في العرض يعني عشان احنا برضو المصريين، واحنا اتكلمنا ومش احنا بس، البرامج كتيره اتكلمت، النيش موجود؟ النيش موجود لسه موجود، ده دمياط. دمياط ما ينفعش من غير نيش. يعني النيش موجود بس لا عشان بطمن بس بعد عشان الطقم الصيني ولا ايه؟ الطقم الصيني والكوبايات هيروحوا فين؟ الطقم الصيني ده ما حدش يقدر يقربه. طيب انا الفيديو اللي قدامي ده يعني بعد اذنك كده عايزه اسالك سؤال. انا شايفه ان العفش اللي موجود او الاساس اللي موجود مودرن، وده مش طبيعه دمياط قوي. فهل التوجه الان يعني اكيد طبعا الشباب ذوق اتغير، مساحات البيوت اتغيرت يعني بالتاكيد، يعني الموضوع مش زي زمان. هل دلوقتي التوجه للمودرن لان المودرن بقى بيبيع اكتر من الستيل؟ بالظبط بالظبط. العميل او العارض اللي طالع المعرض هو عايز يبيع وهو طالع المعرض عشان يبيع، فهو بيدور على ايه الموضه اللي ماشيه دلوقتي اللي هتتباع. انا واحد من الناس عايز اشوف الاوضه بتاعت زمان، الخشب اللي فيها جزء قايمه، الحاجات اللي هي الكلاسيك، اوضه النوم. اوضه النوم مثلا حضرتك هتبصي هتلاقي مثلا لو عندنا 50 اوضه نوم في المعرض، في منهم 48 او 47 مودرن وثلاثة. هل ده بقى يعني على حسب المحافظة اللي المعرض نازل فيها؟ مثلا هم عارفين ان هم نازلين في القاهرة في أرض المعارض في مدينة نصر، فابتدوا ان هم يشتغلوا على المودرن أكتر من الكلاسيك عشان هنا مثلا في محافظة القاهرة بيهتموا أكتر بالمودرن، ولا ده بيكون في أي معرض في أي محافظة؟ عايز أقول لحضرتك إن هو الموضة دلوقتي المودرن، في كله بيصنع مودرن، لكن في بعض في ناس ذوقها والعارضين كمان اللي فاهمين تسويق، الناس دي بتدور المكان اللي هم رايحينه بيتطلب ايه وبيعملوا الشغل تمام. بس انا عايز اقول لحضرتك ان التوجه دلوقتي ان الستيل ابتدى يرجع تاني. أكيد. يعني دلوقتي خلينا نقول ومشكلة الستيل انه البيوت ما بقتش بتشيله. صبت. يعني انا لو جبت صالون مثلا كنبة واربع كراسي بقايمة بقى بده، مساحة الأوضة مش هتشيله. بالظبط. يعني هي دي مشكلة الستيل إنه مساحته كبيرة. بس الستيل بيروح بقى وبيرجع تاني. حالياً موجود ميكس بين اللي هو السيمي المودرن. بالظبط. ده بيحاول يتلافى في نقطة المساحات في نفس الوقت ما تبقاش القايمة عالية قوي. إيه القايمة معلش؟ القايمة اللي هو الحفر على الخشب. الحفر اللي على الخشب. قلت افهم برضه معاكوا القايمة. يبقى كده عرفنا ان بيتها مودرن. جدا مودرن خالص. يبقى عرفنا ان بيتها مودرن طالما مش عارفة القايمة. اوكي. فالمعرض انا من خلال برنامج حضراتكم بعمل دعوة للناس كلها اللي في القاهرة انها تحاول بقدر الامكان تزور المعرض. المعرض فين؟ المعرض في ارض المعارض في قاعة مشاريع مصر جهاز تنمية المشروعات على صلاح سالم. أرض المعارض القديمة. أرض المعارض القديمة. من إحنا افتتحنا يوم 30 بحضور معالي الوزيرة 30 مايو 30 مايو دكتورة منال عوض محافظ دمياط، أستاذ باسل رحمي رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات. ومستمر لغاية إمتى؟ مستمر لحد يوم 8 يونيو 6 إن شاء الله. قبل العيد يعني هنخلص قبل العيد. من 10 صباحا ل 10 مساء، وبالمناسبة دي الدورة ال 22 لمعرض صنعاء في دمياط. طيب معلش بقى. إحنا النهاردة كام؟ 3/6 بالظبط مظبوط؟ واحنا فاتحين من يوم 30، حركه البيع شكلها ايه؟ هايله. بتتكلم بجد؟ هايله والله. والله يعني انا بسالك ليه؟ لانه عاملين عروض حلوه يا رشا. ما انت داخله برضو على عيد والعيد خلي بالك في افراح كتير. موسم زواج. موسم لا بعد العيد موسم زواج على اللي فرش بقى. اللي هيعمل دخله على عيد خلاص هو أنا فرش. في واحد قابلني في المعرض اول امبارح بيقول لي انا فرح ابني في اول 7 عايز الحق اخد شغل. قلت له خلاص يبقى تدخل تختار وتاخد الشغل اللي تختاره، ما تستناش تصنيع. في مطابخ ولا مفيش؟ في واحد بس عامل مطابخ. واحد بيعمل مطابخ. حلو بشوف انا برضو ايه اللي ينفعني. طيب
طيب بنشكر حضرتك جدا استاذ حسام شبكه، مدير فرع جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. شكرا. وكتروا لنا من المعارض ان شاء الله، يعني كل الشباب والعروض. عايز يتجوز ويفرش بيه، بنحاول في شهر 9 يعني نزوده اوض في العروض بنفس الساعه باذن الله، وشهر 12 في مرحله ان شاء الله ان شاء الله. نشكرك حضرتك جدا. نطلع فاصل، يلا بينا نروح فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم باقي الفقرات. يا جماعة ميزانية البيت دي حكاية كل بيت، كلنا الميزانية مننا بتخرم يا في نص الشهر يا دلوقتي بقى في أول الشهر. طبعا مع كل تحريك الأسعار في أي سلع حيوية بتبدأ بقى لأي يعني عيلة كده في إعادة إن هي تنظم ميزانيتها مرة تانية عشان يقدروا إن هم يتوافقوا مع الأوضاع الجديدة مع طبعا غلو الأسعار، بالذات الأسر اللي فيها أطفال في مراحل دراسية في استهلاك بقى عالي لكل الخدمات بقى، كل يوم بقى لانش بوكس، كل يوم بنوصل ولادنا، كل يوم في في يعني صرف مع بقى مستمر. ان الاسعار كلها طبعا زايده، ومع تحريك اسعار البنزين والسلع الغذائيه وكمان شرايح الكهرباء وغيرها من الخدمات، ازاي ممكن اسره متوسطه في عدد افرادها وفي مستواها الاجتماعي وفي دخلها تنظم ميزانيه البيت لو ما كانش في مقابل زياده كمان في قيمه الدخل؟ ده اللي هنعرفه النهارده في فقرتنا مع رانيا المريه خبيره الاقتصاد المجتمعي والتنميه البشريه. اهلا وسهلا. اهلا، صباح الخير عليك، منورانا ومبسوطين بوجودك معانا، وهنستغلك بقى النهارده في كل اللي عاوزين نعرفه. يلا بينا. ازاي ننظم ميزانيه البيت مع كل اللي بيحصل ده؟ ثانك يو على السؤال المباشر ده. ننظم ميزانيه البيت، الاول هي ايه الميزانيه؟ الميزانيه هي كفتين، كفه فيها دخلي وكفه فيها احتياجاتي اللي انا بصرف عليها. فانا هنظم، تفتكروا كده معايا يعني، خلينا نعمل برين ستورمينج، هنظم دخلي ولا هنظم احتياجاتي اللي انا هصرف عليها؟ زي كده لما بنقول انا هنظم وقتي، هل انا بغير حاجه في ال 24 ساعه ولا بغير في الاكتيفيتيز بتاعتي خلال اليوم؟ بختار اولوياتي ايه وانظمها في ال 24 ساعه. فاحنا خلينا واضحين علشان ما يحصلش ايه احباطات. احنا عندنا دخلنا ثابت، هو ده اللي احنا عايزين نبقى مركزين عليه وعندنا ادراك ووعي بيه كويس قوي. كون ان احنا ازاي هنتعامل مع احتياجاتنا بطريقه مناسبه لهذا الدخل، هو ده الحلقه بتاعتنا النهارده. ده المهم فعلا، لانه في الاول وفي الاخر انا زي ما حضرتك قلتي في احتياجات وفي دخل ثابت. تمام. فازاي بقى الدخل ده يغطي الاحتياجات الكتيره قوي دي؟ ما هي الكفه مش الله. لا لا، انت يا نهاد النهارده جامده دي فقرتها. ما فيش الكفه، ما فيش. لازم اول حاجه علشان اجاوب على السؤال ده اقول لك انت عامله اولويات ليكي، او انت يا عبيده عامله اولويات ليكي، او كل اللي بيسمعونا عاملين اولويات لاحتياجاتنا، ولا احتياجاتنا كده احنا بنصرف عليها من غير ما نكون مصنفينها. عندها حاجه اسمها احتياجات اساسيه، هي دي اللي انا ما بعرفش اعيش من غيرها، وبالتالي بحط لها 60% من الدخل بتاعي. 60% اللي هي الاكل و طبعا 60% اللي هي الاكل والشرب، معناها انا احتياجات البيت ما اعرفش اعيش من غيرها. في ناس عندهم الموبايل بيشتغلوا بيه، فهو ده الانترنت هنا. بند مهم جدا، الولاد بيدرسوا على الانترنت هنا، ده بند اساسي ما نقدرش نعيش من غيره، فدخل. فهي مش حاجه ثابته، مش حاجه نمطيه، ولكن حاجه بتختلف ما بين الفرد واحتياجاته. فاحنا اللي بنحطها معناها ايه؟ حاجه ما اقدرش استغنى عنها. بعد كده في رغبات، الرغبات دي اللي هي ايه؟ هتخلي حياتي احلى، هتخلي حياتي اسهل. الرفاهيات يعني. الرفاهيات دي ان احنا بنقول عليها طموح، لا. حاجه اسهل بمعنى ايه؟ أنا مثلا بنظف، أنا عايزة هوفر تساعدني في التنظيف، دي هتسهل عليا التنظيف وتسرع لي يومي. أنا بدل ما أركب مواصلات، لا أنا عايزة أبتدي أحط رغبة ليا إن أنا أبتدي أشتري عربية. دي رغبات. تمام. أوكي، بس أنا بوفق رغباتي على حسب إمكانياتي. مش العكس. بس طموح الناس دلوقتي خلينا نقول إنه يعني يقضوا احتياجات بيتهم الأساسية،
يدوب ان اللي باخده اول الشهر ده بقى طموح. انت قلتي على فكره لاخر الشهر بقى ده الطموح. انت عارفه انت قلتي ايه؟ انت قلتي يعني جمله كده فيها فلسفه. ايوه دي فلسفه للواقع بتاعنا. احنا طموحاتنا فكره الطموح، انا بتكلم علم دلوقتي. الطموح مظبوط ان الطموح الحاجات الطموح تعريفه ايه؟ تعريفه ايه؟ لا، اللي هيخلي حياتي فيها رفاهيه، رغباتي هتخلي حياتي مستمتعه بيها واسهل، طموحي بقى مزيد من الرفاهيه. يعني انا حياتي تمام، عايزه اغير الانتري، ده هنقول رفاهيه. لا انا اقول لك على حاجه بقى دلوقتي. أوكي. معلش، طموح المواطن المصري دلوقتي في رغيف العيش حقيقي، تمام؟ ده طموحه، ده بقى الطموح. فانت متخيله احنا بنتكلم في ايه؟ حقيقي. فلا، خلينا بقى ندي مثال كده للساده المشاهدين. الدخل دلوقتي المتوسط، لو حد يقول لي الحد الادنى للاجور كام، يعني عشان نحسبها كده العيله بسيطه يقدروا يظبطوا ميزانيتهم قد ايه. يا اسامه، متوسط الدخل ايه؟ مفيش حد هيقول لي؟ طيب نقول انا بتهيالي دلوقتي الحد الادنى للاجور 3000؟ اعتقد 3000 او 5000، وصل ل 5000، محدش سامعني. خلينا نقول مثال. خلينا نقول نقول حاجه كام؟ كام؟ 6000. 6000 طيب. معقوله 6000. لو قلنا ان الشهر فيه 6000 والاسره تتكون من 5 افراد، تتكون من 4 او 5 افراد. لا، 4 دي يعني بابا وماما وعندهم 2 كمان. فخلينا نقول المتوسط بتاع الاسر المصريه. أوكي. 5 افراد والدخل الثابت بتاعهم هم 6000. قولي لي بقى كده هيظبطوا كفه الميزان ازاي؟ بليز، ال 6000 جنيه او ال 10000 جنيه او ال 1000 جنيه او اي رقم انا هعتبره بالنسبه لي في مكاني هذا، في علم اللي انا بتكلم عليه دلوقتي، 100% من الدخل اللي هو كفه الايه؟ الميزانيه الناحيه دي اللي احنا قلنا عليها ايه؟ الدخل. اوكي؟ الدخل. فانا هتكلم على الدخل وهتكلم على الاحتياجات وكل واحد يصنفها ازاي، وكل واحد على حسب المستوى الدخل بتاعه يعمل فيها ايه. انا مش هقدر احل مشكله الكون او مشكله الدوله او مشكله الغلاء، ولكن احنا هنا بنعمل ايه تاني؟ بفكركم، احنا بنقول حلول ازاي نستعملها في الحياه اليوميه بتاعتنا تسهل علينا ان احنا نعمل زي ايه بقى؟ حاله توازن. زي ايه؟ اول حاجه قلنا الاولويات، تاني حاجه ان احنا ننسب الدخل بتاعنا ده، وثالث حاجة بعد ما نقول 60% للأساسيات 20% للرغبات اللي هي حاجات هتسهل لي، وابقى فاهمة أنا فاهمة ده إيه وده إيه وده إيه، وأعمل حاجة اسمها بنود. أنا بعمل بند الصحة، بند الأكل، بند اللبس، بند الترفيه. طب تعالوا بقى أختبركم. الترفيه ده نعتبره من الأشياء الأساسية والاحتياجات الأساسية اللي ما هعرفش أعيش من غيرها، ولا هيبقى من الحاجات اللي أنا هقول عليها رغبات هي هتخلي حياتي سؤال للناس الصح رفاهية مهمة. رفاهية دي أساسياتها. أوكي، ما أنا لو مش مبسوطة مش عارف أعمل حاجة. أوكي. على فكرة ممكن يكون كده. مش متخيلة يا عبيدة برضو فكرة فنجان القهوة الصبح ده مثلا، هي بتحب يعني. طب ده اللي بيبسطها. ارجعكم تاني، ده انتوا مثال جيد جدا. ارجعكم تاني واخده بالك الفكره والله يعني انتوا جايين صح. ايوه. انا هرجع تاني اسال نفسي، لو انا ما شربتش فنجان القهوه انا هعرف اعيش؟ مش عارفه فانكشن يومي بصراحه. مش هتعرفي تعملي فانكشن تو يور داي. هل هتعرفي تعيشي؟ هعرف اعيش. اوكي، ثانك يو سو ماتش. شفتي اتبرمجت خلاص، وبشرب ميه وكده فهعرف اعيش. اتس مايند سيت. على فكره افكار كتير بقى ازاي نحن نرشد الاستهلاك. خلاص تفوقوا بقى معايا. ارشد الاستهلاك، الفكره دي انا اول ما قلتها الاثنين كلضموا في وشي. معناها اوكي. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام اللي عاوزه مننا ايه؟ ازاي تعملي معانا كده؟ بالظبط. ترشيد الاستهلاك مش معناه يا حبيبتي ان انت ما تعمليش اللي انت عايزاه، معناه ان انت تحطي فلوسك في المكان الصح، فيبقى معاكي فلوس اكتر تحطيها في مكان اصح يخليكي سعيده اكتر واكتر. طب ممكن نقول بقى امثله؟ امثله بالظبط. ترشيد الاستهلاك هو عكسها، ان انا اجيب حاجه سهله اهو، اجيب اكل كتير قوي فيبوظ عندي فالفائض ده يترمي على الارض. قيمه الفائض ده لو 1000 جنيه، تخيلي انت مسكتي 1000 جنيه كده من محفظتك ورحتي رميها على الارض او رميتيها في الزباله، زي ما بنعمل بواقي الاكل بتترمي في الزباله. هي دي فكره الترشيد. مش معناها بقول لك لا ما تشتريش اللي انت عايزاه. تعالي بقول لك حاجات تنفع مع الكالتشر بتاعكم.
ايه رايكم تبقوا مينيماليست؟ يعني ايه رايكم؟ هقول لكم ايه مينيماليست، يعني ازاي فكره التقليل او فن التقليل وفن البساطه، وان انت كل ما انت بقيتي بسيطه بقيتي اشيك، وكل ما في الديكور حتى ده هو اصلا مفيش بساطه اكتر من كده يا رامي، احنا ما بنشكرش في نفسنا. كل ما كان بيتك سامبل ومساحته الفراغات فيه واسعه وعارفه تمشي فيه، ده بيبقى بيت شيك اكتر. خلاص، غير بقى لما احنا نبتدي العكس بتاعه اللي هو الشراء السبونتينيوسلي او الشراء بعشوائيه. يعني ايه؟ خلينا نقول ان الناس ما بقاش عندها رفاهيه السبونتينيوسلي في ستايل ناس بتروح تصرف الاساسيات بتاعتها في كان لسه بتتكلم فيها. هديكم مثال بسيط قوي وهسالكم انتوا اللي دي عشان انتوا عندي جت سالنا انا اللي جاي اسال النهارده. يلا ادي السكريبت اتفضلي. انتوا بتروحوا تعملوا شوبينج في السوبر ماركت ازاي؟ ايوه، بتعملي لست؟ اعمل ايه؟ بتعملي لست؟ استني يا وسام. ايوه، بتعملوا الشراء اللي في السوبر ماركت ازاي؟ مش بتمشوا كده وبشوف وال... انا محتاجه الكارت هي اللي بتسوقكم؟ مش انتوا بتسوقوها؟ ده حقيقي. عشان كده عشان كده بصراحة أنا بطلت أروح سوبر ماركت. الله. والله أنا بكتب ليست والاحتياجات وبجيبها. ليه؟ شاطرة. بنروح السوبر ماركت بنمشي بالترولي. أنت هو خلينا نقول الطريقة اللي بيحطوا بيها الحاجات في السوبر ماركت بتخلينا طب ودي والله دي شكلها حلو. انا ده بيحصل معايا. انا مقله في اني اروح سوبر ماركت. يمكن بطلب حاجات في التليفون اكتر او اونلاين عشان تطلبي الاحتياجات، ولكن ساعات بيوحشني ان انا اروح السوبر ماركت، احس انه لا البيت ناقصه حاجات فاروح السوبر ماركت. لا كارثه. يعني اللي بطلبه اونلاين او بطلبه بالتليفون حاجات مثلا وانا بعمل الاكل، عارفه ان انا النهارده هعمل رز وملوخيه وفراخ، خلاص بجيب الحاجات دي. لو رحت السوبر ماركت بجيب حاجات 90% منها انا فعلا مش محتاجاها. ملهاش لازمة. هو ده اللي انا بقول معنى اروح سوبر ماركت. لا، معنى الشراء العشوائي. انا بشتري بطريقه عشوائيه. بطريقه عشوائيه الحاجات اللي محتاجينها بس، وعلى قد احتياجاتنا عشان ما نرميش. طب خلينا نسال سؤال ممكن يبقى جدلي. مين اللي يمسك مصروف البيت فيعرف يوفر، الست ولا الراجل؟ الله، هرد عليكي بسؤال. هل الراجل عنده احتياجات من ضمن الاحتياجات اللي احنا بنصرف عليها؟ اكيد. هل الست عندها احتياجات من ضمن الاحتياجات اللي احنا بنصرف عليها؟ لازم هما الاثنين يشاركوا. مين هيمسك انهي جزئيه؟ يعني احنا لازم احنا الاثنين نقول على احتياجاتنا. اللي ليها رئيسين ما هي كده غرقانه. لا احنا بنعمل جوب ديسكريبشن. انتوا هايلين. احنا بنعمل جوب ديسكريبشن، هنشوف مين اللي هيمسك، مين اكتر واحد قادر ان هو يصنف الاحتياجات، الراجل ولا الست؟ مين اكتر واحد قادر ان هو يحط الليسته، الراجل ولا الست؟ تختلف. مين اكتر واحد قادر يلتزم بالليسته؟ هو ده. هو ده اللي يمسك. هو ده. بس في بقى رجاله بتحب ترمي الدنيا على الست، تقول لها لا والله ده اللي انا باخده كل شهر، يلا بقى دبري البيت. دبري نفسك. وياخد بقى فلوس السجاير طبعا، فلوس البنزين، الفلوس بقى اللي هي بقى شطارتها ان هي تعمل ليست مظبوط زي ما رانيا قالت. ايوه اعمل كده. تعالي نجرب 60 وال 20 وال 20 وربنا يستر ان شاء الله نعرف نكمل حياتنا. رانيا المريه خبيره الاقتصاد المجتمعي والتنميه البشريه نورتينا. ميرسي. وان شاء الله نكون قلنا لكم تيبس تفيدكم على قد ما نقدر. ايه رايك في الموضوع ده؟ انا صراحه بعمل حاجه تانية. يعني انا مثلا جوزي بيديني فلوس باخدها بعمل اظرف. اظرف؟ ايوه بعمل اظرف. ده مثلا صيانه البيت، ده السوبر ماركت، ده البنود اللي احنا سميناها بنود. هي شاطره مسميها اظرف. دي طريقه. دي طريقه بحط في ظرف. انا ببقى كاتبه على كل ظرف، ده الخضار والفاكهه. ده اللحمه. انا ما جربت موضوع الظرف ده رشا. الاظرف بالنسبه لي دخلت على بعضها، وبقيت افتح ظرف الكهرباء اجيب بيه. طب ده عيب مين بقى يا نهاد؟ ده عيب مين؟ لا لا لا، لازم اقعد معاها. لازم اقعد اقول لك بالموجز. اخلص الموجز. يلا. شكرا. والان مع موجز رياضه صباح البلد. للمره الثانيه في تاريخه توج فريق رجال كره اليد بنادي سبورتنج بلقب كاس مصر بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجه 27-25 في نهائي الموسم المحلي 2023-2024. انتهى الشوط الاول بتفوق سبورتنج بنتيجه 16-14 قبل ان يستمر التفوق في الشوط الثاني وسط النجاح في اختراقات دفاعات الفريق الابيض.
اتحاد الكرة يحفز المنتخب للفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو، حيث وعد مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعبي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن بصرف مكافآت خاصة حال الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 وحصد الست نقاط، وهو ما يعني حسم بطاقة التأهل للمونديال بنسبة كبيرة. يواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 16 يونيو الجاري في الجولتين 3 و4 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. فريق الاتحاد السكندري يودع بطولة كأس مصر لكرة القدم من الدور 32 بعد خسارته أمام فريق أبو قير للأسمدة بضربات الترجيح بنتيجة 4-3. أقيمت المباراة على استاد الإسكندرية واستمر التعادل السلبي بين الفريقين وصولا لضربات الترجيح ليصبح فريق أبو قير للأسمدة ثاني الأندية من القسم الثاني والذي ينجح في العبور لدور 16 لكأس مصر بعد الترسانة الذي حقق الفوز على المقاولون العرب في وقت سابق. يتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة مميزة لهدافي وصانعي الأهداف ملوك الأسيست في الدوريات الخمسة الكبرى بيك فايف بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي. وتمكن محمد صلاح من تسجيل 18 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بذلك انضم لهذه القائمة المميزة والتي تتطلب تسجيل 10 أهداف أو أكثر وصناعة 10 أهداف أو أكثر. أفادت تقارير صحفية بتوقيع المهاجم الفرنسي كيليان بابي عقود انتقاله رسميا إلى ريال مدريد بدءا من الموسم المقبل بعقد يمتد لمدة 5 سنوات. من المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمبابي مع فريق باريس سان جيرمان في 30 يونيو الجاري. أضاف التقارير أن ريال مدريد سيعلن عن توقيع مبابي خلال الأسبوع الجاري بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند. أعلن نادي إشبيلية الأسبانية بشكل رسمي تعيين المدرب فرانسيسكو غارثيا مديرا فنيا جديدا للفريق لمدة موسمين حتى عام 2026، وذلك حسب بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي. من الجدير بالذكر أن بيمينتا فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب مع فريق برشلونة تحت 17 عاما في موسمي 2017-2018، وفي نهاية يناير 2022 تم تعيينه من قبل لاس بالماس وتمكن من التأهل برفقة لاس بالماس إلى الدوري الإسباني الليغا، حيث احتلوا المركز الثاني في الدوري وحصلوا على بطاقة الصعود مباشرة. تأهلت البولندية إيغا شيفونتيك إلى الدور الرابع النهائي ببطولة رولان جاروس الفرنسية المفتوحة للتنس، ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بموسم التنس. جاء ذلك عقب فوز شيفونتيك المصنفة الأولى عالميا على اللاعبة الروسية أنستازيا بوتابوفا المصنفة رقم 41 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-0 في مباراة دور 16، واستغرقت 40 دقيقة فقط. من المقرر أن تواجه جيفونتيك في الدور المقبل للبطولة التشيكية ماركيتا فينترسوفا المصنفة 6 عالميا. بكده انتهى الموجز الرياضي. فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا فقرة كمان انتظرونا. دلوقتي جه ميعادنا بقى مع فقرة الفسحة، زي ما عودناكم ان كل اتنين بنحاول نتكلم عن اماكن مختلفة نقدر نسافر ونخرج فيها. النهارده بقى يمكن موضوعنا مختلف شوية ومهم، لانه قبل ما ادور واقرر مكان السفر عشان اقدر استمتع بالمكان ده كويس لازم يكون المكان اللي انا رايح فيه مريح وفي خدمات كتير تقدر تساعدني اكمل اجازتي في المكان وانا مبسوط ومرتاح.
فعلا اهم الفسحه المكان يكون مريح زي ما اهم من الشغل ظبط الشغل. ظبط الشغل مظبوط. يمكن المكان لازم يكون مكان مريح ليك عشان كده بالذات يعني يمكن في السياحه الثقافيه في مصر زي اسوان والاقصر وغيرهم من الاماكن السياحيه الثقافيه. يمكن النهارده بقى هنتكلم عن ازاي ممكن نقدر نوفر كل الخدمات اللازمه من خلال السياحه الرقميه، وده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع مستشار وزير السياحه الاسبق الاستاذ والدكتور سامح سعد. اهلا بحضرتك منورنا. اهلا بحضرتك منورنا. اهلا بيك. مع دخول بقى السياحه الرقميه خلينا نقول للناس ايه الحاجات اللي بقت موجوده عندنا وايه الحاجات اللي احنا لسه عايزين ندخلها في السياحه الرقميه عشان نوصل للمستوى اللي نفسنا نوصله. خلينا نقول احنا مين. احنا هنا جمعيه اسمها الحفاظ على السياحه الثقافيه NGO شؤون اجتماعيه. الجمعيه دي بتضم اصحاب فنادق ما بين القاهره والاقصر واسوان، بتضم شركات سياحه كبيره، بتضم نايل كروزز. خلاص يعني الناس دي اجتمعت يلا يا جماعه ننهض بالسياحه، احنا لينا دور، الدوله ليها دور، ولكن احنا في احيان كتير بنتواصل مع الدوله لان مش كل حاجه بنقدر نعملها بنفسنا. الناس حابه انها تعمل حاجه لمصر بالسياحه حقيقيه. فمن هنا جه التفكير. احنا عندنا 2230 شركة سياحة مرخص لها من قبل وزارة السياحة. كويس. 2230 تقريبا يعني هو الرقم كده. الشركات دي اللي هي واخدة ترخيص شركة سياحة من وزارة السياحة. كويس. احنا جالنا 14.9 مليون سايح سنة فاتت زي ما كلنا عارفين. احنا عملنا 15 مليار دولار تقريبا السنة فاتت من السياحة. طيب كام شركة جابوا الرقم ده من ال 2230؟ كام؟ انا كنت قاعد مع الجماعه بتوع جوجل يوم الاربع قالوا لي 92. ولكن احنا بنقول تجاوزا، يعني هي الشركه لو جاب 10 انفار في السنه هو جاب. فتجاوزا بنوصل ل 150 من ال 2230. كويس؟ ليه؟ ال 2000 شركه على الاقل دول بيشتغلوا اكتر في موضوع الحج والعمره. هو ده عنده رقم قليل. ده رقم لا الرقم 2000 ده رقم كبير. لا انا بتكلم على التحقيق اللي هو لان حضرتك عشان تجيبي سائح وتشتغلي الموضوع مش موضوع سهل. موضوع يعني في مهنه في شويه تستشغلهم. ما هو انا ممكن بكره الصبح افتح اجزخانه بس انا مش اجزجي. ما حدش قال اني هنجح. رقم كبير قوي يعني. ما اقول كل الشركات دي ما بقول لحضرتك اهو حقيقي. هو طبعا الارقام دي موجوده في وزاره السياحه. عشان كده احنا بنقول تجاوزا 150. مثلا الشركات دي ما بتستخدمش السياحه الرقميه مثلا؟ هو ما يعرفش. خلينا نقول بقى ده السبب اللي احنا قلنا ايه. هل لسه في شركات بتستخدم النظم القديمه مثلا؟ والدليل على كده ان هم جوجل قال لي هم 92 واحنا بنقول 150 اللي هو يعني اللي بعت 100 زبون في السنة يعني. خلاص ده السبب ان احنا قلنا ايه ندور نعمل على تحويل عدد كبير من ال 2000 دول. مش كل الناس هتعمل كده ولكن قد يكون 10% 20% مثلا الى موضوع السياحة الرقمية. السياحة الرقمية هنا هيعمل ايه؟ هيبقى حاجتين. هو عنده كلاينت داتابيز، عنده قاعدة عملاء. كويس. فممكن جدا الشركات دي لما تتحول لسياحه رقميه يقدر يتحرك بقاعده العملات دي، يا اما يبعت سياحه يعمل سياحه داخليه ودي برضو ايكونومي اقتصاديا بتنفع، او يبتدي يشتغل ان هو يجيب حد من بره. كويس. فبتبقى اضافه بالنسبه له. مظبوط. طيب احنا عندنا 225,000 غرفه فندقيه تاني مرخص لها من وزاره السياحه ما بين نجمتين وثلاثه واربعه وخمسه. كام تشين يعني شركات فنادق زي شيراتون؟ كام سلسله؟ كام واحد كام فندق من دول عالميا؟ يعني هو في هنا سلاسل فنادق بس محليه اللوكل مش مربوط بارقام حلوه. احنا بنتكلم في 20-25% من ال 225,000 غرفه. قليل برضه. طيب احنا عندنا نايل كروزز اللي هي الفنادق العايمه بين الاقصر واسوان بترخيص وزاره السياحه. دي بيبقى ليها اقبال كبير جدا من السياح. ما هي دي اللي بتشتغل سياحه. هي اصلا بتشتغل سياحه. فاحنا عندنا 225,000 فندق عايم مايل كروز اللي شغال حوالي 160-180 دلوقتي.
يعني هم مش طب والباقي ليه ده الرقم الوحيد اللي يعني تصليحات لمشاكل تانية خالص يعني دي تفصيلة تانية طبعًا. لكن ارجع اقول ايه، انا عندي 160-180 نايل كروز دول شغالين، عدد الغرف بتاعته من 50-60-70 غرفة. كام واحد بقى شغال تبع تشين وديجيتال وبتاع؟ لن يصل الى 10%. معنى كده ايه؟ ان احنا بالوضع اللي انا فيه ده اشتغلنا على 15 مليون ساعه. طيب الدوله عايزه توصل ل 30 مليون، ده دايما دابل. هدف دايما مع الوزير يعلن. اذا لازم تكون في وسائل اخرى اكثر تقدما من اننا يعني بنطلع المعرض ونسوق ونشوف شركه سياحه بالظبط، وخصوصا مع التقنيات التكنولوجيه اللي بقت موجوده دلوقتي، الاي اي بقى، السياحه الافتراضيه، تحديد المواقع الجغرافيه، الماركتنج، عن احنا عندنا كل انواع السياحه. تعالي اقول لحضرتك حاجه تانية، انا اشتغلت فتره طويله جدا في الفنادق كتير يعني عمر تدرجت في كل وظائف، مدير لوكاندا في الاخر، سيلز اند ماركتنج، وبعد كده اشتغلت ادارت شركات تمتلك فنادق تبع سلاسل عالمية مانجمنت كومبانيز او شركة تمتلك فنادق وتدير. طيب ايه اللي حصل حقيقي؟ ايامنا من 10-15 سنة ما كنا في الفنادق، كانت تور اوبريتور منظم رحلات الكبير الماني توي كاسم يعني كويس، بيحجز معايا كلوكاندا 50 اوضة، وكل اسبوع ممكن يبعت لي 20 يبعت لي 30، ولكن الطيارة ما ملتش، انا مالي؟ فانا كفندق بعمل ايه؟ بستنى. ايه هو ايه 30 اوضه؟ ال 50 اوضه بقى 30 ماشي. فمعنى كده ان انا كفندق ببات باوض فاضيه غصب عني، لان هي دي طبيعه شرم والغردقه. التور اوبريتور معظم الحالات بيديني ايه؟ انا باخده مالياش سيطره عليه، لان هو ممكن لوكاندا تانية تدي له ارخص في حته فينقل الشغل. فمؤخرا في الخمس ست سبع سنين اللي فاتت ابتدت شركات طيران منخفض التكاليف لو كوست كاريرز، ايزي جيت، رايان اير، اير كايرو، كايرو بشكل كويس قوي، تنزل مباشره من المانيا مدن مختلفه الى الغردقه او الى شرم الشيخ. فحضرتك في الطياره المخفض تشتري تذكره خلاص، وبتخش على النت تدوري على لوكاندا مناسبه بالنسبه لك اونلاين وسافر تحجزي وبتسافري وتنزلي المطار اوبر تروحي لوكاندا وخلاص على كده. فابتدت فنادق كتير تدور انها تخش في المنظومه الالكترونيه دي. هي كلمه انهارك لما بتخشي على موقع وتلاقي ده موضوع فيه بروسس كبير قوي، يعني في حاجات كتيره جدا اوريدي في موقع موجود عليه كل فنادق العالم، في مواقع ولكن كتيره جدا. دلوقتي ايه بقى اللي الدوله شغاله عليه او حضراتكم شغالين عليه؟ اللي احنا شغالين عليه ان احنا يعني احنا كلنا عارفين موقعين ثلاثه، بوكينج دوت كوم خلاص. صح. اكشولي حقيقه لا، هم كتير قوي. الموقعين ثلاثه الكبار دول ما بيبقاش ريسك بالنسبه للسائح، مش حاجه مضمونه، هو حظه، هو بيثق فيه. يعني هو ايه؟ هو اشترى لوكاندا. مين المسؤول بقى لما اشتريت لوكاندا دي؟ وزاره السياحه. انا اشتريت لوكاندا كويس، لوكاندا دي مرخص لها وزاره السياحه. السائح هم مواقع بحث كتير، هو بقى بيعمل اعلانات وبره في بلده وكل حاجه كتير، يعني مش كلهم احنا عارفينهم عشان يعني الا المتخصصين كويس. واحد بياخد كوميشن، ما هي المواقع دي مش شغاله ببلاش، هو بيصرف مليارات دعايه. في واحد بياخد كوميشن من فندق 15%، واحد بياخد 20% دي لشركه السياحه، للموقع نفسه، للموقع عشان يطلع مصاريفه ويكسب. احنا بنتكلم هنا في مليارات الدولارات، يعني ما بنتكلمش في ارقام بسيطه. اللي هو الفنادق كمان بتدفعها بالدولار. اللي حضرتك دلوقتي لو حضرتك حجزتي في الغردقه عشان ازمه الدولار الاخرانيه دي، حضرتك مصريه بتحجزي الاوضه بتدفعي بالمصري وجزء بتدفعيه بالدولار اللي هي عموله الموقع اللي بره. لو حجزتي من خلال الموقع، لو هتحجزي من خلال الموقع. طيب ولكن هناك اخرين كتير ما بيعملش كده، عايز يخش السوق بقى يكون عمولته اقل، فبالتالي السعر يكون ارخص عنده من اللي بقى، ما هو فيبقى عنده اقبال. ده الويب سايت بقى الثاني، الويب سايت الثاني والثالث، وممكن منهم ما بياخدش بالجنيه بالدولار، ياخد بالجنيه المصري. فاحنا قلنا طب خلاص، طب هيكون في مؤتمر بقى للتحول الرقمي بقى في السياحه وكده، المفروض دوت بقى يحصل امتى وهيضم كام دوله؟ ويعني هي هو ده الكيس بقى. يعني انا بحكي ايه ليه احنا عمل كده؟ لان هو ده الكيس اللي احنا ماشيين فيه. فابتدينا قلنا طب يلا تعالوا نعمل على ديسمبر. ليه ديسمبر؟ عشان يبقى معانا وقت، لان كل حاجه بتاخد وقت. نعمل مؤتمر نجيب فيه اللعيبه الكبار بنسميهم البيج بلايرز تاني، زي جوجل، اماديوس، كل الكبار دول،
وهم يجوا يشرحوا النهارده الابديتس مستجدات هذه الصناعه اخر حاجه الاي اي وصلت لها ايه. فحضرتك تحضري المؤتمر يعني تستزيدي علما طالما بشرفش. وبالمره خلاص احنا حضرنا مؤتمر وسمعنا كلمتين حلوين وروحنا. لا تعالوا نعمل بره يا جماعه ملتقى. فبالتالي انا كفندق عايز احول او شركه سياحه اطلع بره وادور مع الناس انسب حد ليا ايه. ده هيتعمل بقى امتى؟ في ديسمبر ان شاء الله. هيكون طبعا في القاهره. الفكره ان احنا حاليا شغالين بنتكلم البيج بلايرز. ما هو مثلا تاني جوجل. هو جوجل على مستوى العالم. فاحنا بنتكلم نقول يجي هو وافق يعني. هو مبدئيا قالوا احنا موافقين في الفكره. فهيكون دول كتير متعدده وهتكون طبعا يعني نقله نوعيه لان هتتحول شركات سياحه كتير الى التحول الرقمي وبالتالي نقدر في الاخر يا ريت نكتر شويه. نتمنى ان المؤتمر ده يفيد بقى مصر ويفيد بلدنا ويفيد السياحه عندنا واكيد السياحه دايما المرجو. في ازدهار لان احنا بلد سياحيه يعني فيها مزارات سياحيه وكل انواع السياحه موجوده عندنا في مصر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مستشار وزير السياحه الاسبق استاذ سامح سعد نورتنا وانبسطنا جدا بوجودك. هنروح لايه دلوقتي؟ عندنا موجز اخير موجز اخير صباح البلد مع رشا ماجد. شكرا يا نهاد شكرا يا عبيده والى موجز الاخبار. مصدر رفيع المستوى يعلن انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ويؤكد تمسك مصر بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى. كما أكد الوفد المصري على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية للقطاع، فضلا عن ضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا. واستمرارا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة، نفذت الطائرات العسكرية برفقة نظيراتها من الدول الصديقة ضمن التحالف الدولي من الأردن أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل قطاع غزة. ويأتي ذلك تأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة. قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن الموقف التاريخي لجنوب أفريقيا تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة لا يصدر إلا عن شعب عظيم. وأكد الطيب استعداد الأزهر الشريف لتقديم منح دراسية لا محدودة لأبناء جنوب أفريقيا للدراسة في الأزهر تقديرا لهذا الموقف التاريخي المتفرد. مكتب الإعلام الحكومي بغزة يعلن ارتكاب الاحتلال 3248 مجزرة منذ بداية الحرب. كان الاحتلال قد ارتكب أمس 4 مجازر جديدة ضد عائلات غزة راح ضحيتها 60 شهيدا و220 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى القطاع إلى 36439 شهيدا و82627 مصابا منذ 7 أكتوبر. على جانب آخر أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي وإصابة 46 آخرين في القتال منذ يوم الخميس الماضي، 4 منهم في حالة خطرة. أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولا أن قوات الاحتلال تريد جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة مليئا بالمجازر ومشاهد القتل، وتمارس فيه إسرائيل حرب تجويع بحق الشعب الفلسطيني. وقال دولا في تصريحات له أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادرة ممتلكاتها في القدس وأنها تتعمد استهداف المنظمة وأطقم الإغاثة التابعة لها لأنها شاهد عيان على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
قال الرئيس اليوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بكين تحاول ثني بعض الدول عن المشاركة في قمة السلام حول يوكرانيا والتي تعقد بسويسرا منتصف الشهر الجاري، معربا عن خيبة أمله لعدم التزام بعض القادة بحضور الحدث. وقال زيلينسكي: للأسف الصين تعمل جاهدة لمنع دول من حضور قمة السلام، حسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس، متهما روسيا باستخدام النفوذ الصيني والدبلوماسيين الصينيين لفعل كل شيء لعرقلة قمة السلام. وأعرب عن خيبة أمله لأن قادة بعض الدول لن يشاركوا في قمة السلام، وذلك بعد إعلان الصين أن رئيسها شي جين بينغ لن يشارك في القمة ما لم تدع روسيا إليها، فيما لم يؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بحضورها. محليا، يستأنف مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد. أكد رئيس النواب في كلمة له خلال جلسة الأمس على تقدير المجلس للحكومة ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخليا وخارجيا. أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة في المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص. وقالت الوزارة في بيان لها إنها تلقت طلبات من 48 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 3537 وظيفة متوفرة الآن في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة ذوي الهمم. وجدد وزير العمل حسن شحاتة دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة كبرامج التدريب المهني المجاني. نهاية الموجز وأيضا نهاية برنامجكم صباح البلد. لقائنا بيتجدد كل يوم الساعة 8 الصبح. النهاردة كان معاكم عبيدة أمير، نهاد سمير، ورشا مجدي، وإن شاء الله نفس المجموعة هتكون معاكم بكرة إن شاء الله. حتى ذلك الموعد، إلى اللقاء.